قناة أخبار النجوم، إذا عجبكم الفيديو ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد وشاركونا بالتعليقات. شاطئ الحراملك الذي يطلق عليه شاطئ الكبر تم سحب فيلا رقم 10 لورثة الأمير عبد الله المبارك الصباح ومن ساحتها 560 مترا، وعليها مديونية 3,360,000 جنيه، وهي الكابينة ذات القبة مزينة بساعة أمام الكوبري الشهير بكوبري سعاد حسني، والتي غنت عليه أغنيتها بامبي. أما الثانية فرقمها 7 بيه لعلاء محمد حسني مبارك، مساحتها 888 متر، ومديونية 5,328,000 جنيه، وهي طابقان ذات حجرات نوم، كل واحدة ماستر بحمام ودريسنج روم وليفين كبير وحدائق واسعة وحمام سباحة في قلب مياه البحر الأبيض المتوسط. شيء خرافي في تلك البقعة النادرة من العالم، وهي المنتزه التي عندما يستأجر كاتب بحجم إحسان عبد القدوس ويوسف السباعي كابينة مساحتها 18 متر فكأنما ملك الدنيا. أما رقم 7 به لورثة مشهور أحمد مشهور، وهذه تعد كبيرة بالمقارنة بالسابقة، 81 متر، مديونتها 24,324,000 جنيه. أما الأكبر في كل المنتزه فتحمل رقم 2 لمنصور حسن، مساحتها 1,567 متر، وعليها مديونية 940,200,000 جنيه. الرقم ده أنا شاكك فيه، بس يعني اللي كتب التقرير هو اللي كاتب كده. بيع حمامات سباحة وجاكوزي وحدائق في قلب البحر أمام الحراملك مباشرة. أما رقم 6 فهي الورثة المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة. طبعا جريدة الفجر هي اللي كتبت الرقم ده، هي اللي مسؤولة عنه. ملاصقة لفيلا علاء مبارك، تلك التي تم تخصيصها للأب عندما كان نائبا لرئيس الجمهورية، لكنها كتبت باسمه فيما بعد. ومساحة كابينة ورثة المشير أبو غزالة 176 مترا، ومديوناتها 176,000 جنيه. أما الفيلا رقم 5000 لورثة أشرف أبو الوفا مروان الشهيرة بفيلا منى عبد الناصر، هذه مساحتها 312 متر ومديونتها 1,874,000 جنيه، وملاصقة من اليمين لفيلا علاء مبارك. أما يسارا فيلا المشير أبو غزالة، ويبقى رقم 3 لورثة محمود العتال مساحتها 90 متر ومديونتها 541,560 جنيه، يعني الأعلى مساحة ومديونية منصور حسن، يليه علاء مبارك، يليه ورثة عبد الله الصباح. وأثناء إخلاء كابينة نائب رئيس الجمهورية حاء ألف من محتوياتها تمهيدا لهدمها، كانت الصدمة الكبرى التي قابلت القائمين على ذلك العمل يوم الخميس الماضي 17 يناير 2019، وهي عثورهم بالمكان الذي يعد الأكبر مساحة في الفيلات بمنطقة الجزيرة، وهي 977 مترا، فيلا طابقين بها 8 حجرات و4 حمامات و3 ليفينج، بخلاف عدد من البلكونات الكبيرة وملحق بالفيلا 6 حجرات. تم العثور على 8 لوحات فيها يعتقد أنها تعود للعصر القبطي، وهي لوحات نادرة جدا بالإضافة إلى أنها ذات قيمة فنية عالية. تم نقلها لمخزن متحف مصطفى كامل بشارع المعسكر الروماني بعد إبلاغ النيابة التي شكلت لجنة من هيئة الآثار وأعطتها مهلة 15 يوما لتحديد الحقبة الزمنية التي تنتمي لها وقيمتها المالية والفنية، كما يمكن إعطاء مهلة أخرى تمتد لأكثر من ذلك لكتابة التقرير النهائي. وكانت الصدمة الكبرى الثانية إيجاد بيانو يعود لعام 1899، نادر جدا، لا يعرف أحد كيف وصل لذلك المكان وكيف دخل من بوابة قصر المنتزه، وتم نقله أيضا لمخزن متحف مصطفى كامل، وأيضا يدخل في التقدير. أما الصدمة الثالثة فإيجاد تمثال يعود للعصر البطلمي وقطع أثرية أخرى يونانية ورومانية مستخرجة من الآثار الغارقة من الخليج الذي يقع أمام الكابينة، وكان تابعا لإدارة الآثار الغارقة. وكان العمل قائما في الموقع قبل إيقافه لقربه من القصور الرئاسية قبل 10 سنوات أيام مبارك بأمر من زكريا عزمي وقتها، حينها قالوا للبحث عن الآثار الخارقة التي تبعد
4 كيلومتر عن منطقة قصور الرئاسة. والغريب أن أحد الذين كانوا مشرفين على لجان الآثار الغارقة قبل 10 سنوات وضمن فريق العمل كان بين فريق الجرد والتسلم الحالي أيضا، وأكد أن تلك الآثار خارجة من تحت المياه وأيضا تم نقلها لمتحف مصطفى كامل وهي قطع أثرية. أما الشيء الأخير الصادم فهو إيجاد طقم صيني فرنساوي هاند ميد يعود ل100 عام مضت وموقع باسم صاحبه بالطبع. وتقول ناقلة الخبر من موقع الفجر الإلكتروني: أنا هنا ناقلة لما حدث وليس لي أن أعقب على شيء. رأيت نائب رئيس الجمهورية حاء ألف مرة واحدة فقط في حياتي يطل من شرفة تلك الفيلا قبل سنوات من رحيله، حيث كان يقيم بتلك الفيلا، ونشرت عنه أنه لا يدفع إيجار ذلك المكان الرائع الذي هو تقريبا 3000 جنيه تقريبا بالعام قبل الزيادة، وكان عليه مديونية قبل ثورة يناير نحو 520 ألف جنيه وقتها، وكان رافضا لدفعها حتى تم التسوية والتقسيط. والخمس فيلات كان لا يسكن فيها إلا هو، ولهم وضعية خاصة حيث الأشجار النادرة التي عندما فكرت إنعام محمد علي أن تصور مشاهد فيلم قاسم أمين في باريس صورتها مستخدمة تلك الأشجار النادرة، وكانوا بعد الساعة الخامسة يتم إخلاء المكان تماما من الناس وتصبح مليئة بحارة شركة المنتزه في قلب المياه أمام خليج الفنار وترى الحراملك وكل البحر. أما الصدمة الأخرى فكانت أمام اللجنة التي قامت بفتح الكباين لتسلمها فيلا لرجل أعمال سكندري معروف بحبه للشو ومعروف كذلك بزيجاته الكثيرة، أصبح فجأة من المعارضين وسافر لإحدى دول أوروبا الآن. المهم عند فتح تلك الكابينة الفيلا في بقعة رائعة من البحر تم العثور على كاميرات داخل حجرات النوم موضوعة في أماكن مميزة تتيح التصوير كاملا من كل اتجاه لمن على السرائر، كذلك كاميرات تصوير داخل الحمامات وداخل الأتشاش بحيث تتيح التصوير كاملا، وتم البحث عن الفلاشات الخاصة بكل كاميرا فلم يجدوا شيئا، فيقولون أن صاحبنا كان يقوم بتصوير ضيوفه وربما له مزاج في التصوير داخل حجرة نومه مع أحبائه أو زوجته، وكان مشهورا بزيجاته المتكررة والطلاق، كما تم إيجاد كاميرات داخل الحمامات للتصوير. والسؤال الآن: يا ترى مين اللي اتصور؟ ويا ترى أصلا ليه واضع الكاميرات في الحمامات وحجرات النوم؟ وأين الفلاشات؟ وهل سنسمع يوما عن تسريب فيديوهات لأحد من داخل ذلك المكان الذي أصبح في حوزة شركة المنتزه مثلما سمعنا وشاهدنا قبل ذلك؟ لا أحد يعرف. وإليكم فيديو كنت قد صورته لكابينة بشاطئ عايدة بالمنتزه في إطار تسويقه. في هنا سبكترا بارادايز إن، وهي في الدور التاني. ألو، هاي سبكترا، خلينا نخش باب الكابينة. في هنا حمام، مطبخ أمريكاني مجهز، وفي هنا دواليب في الحيطة، انتري موديل، بلكونة على البحر مباشرة على شاطئ عايدة. منطقة جميلة وراقية وهادية، مش مجروحة خالص، مفيش حد قدامها، على البحر مباشرة شاطئ المنتزه. ده شاطئ عايدة،
دي المنطقة اللي قدام الشاطئ. وهنا المبنى اللي في الكابينة. أرضي ودورين. جميلة فعلا، منطقة راقية جدا. اللي عايز يستجم يجي هنا. الطريق للمبنى. هذه المبنى من بره، ومن ورا في سبكترا والبارادايز ان. ويشار إلى أن أهم الأسماء التي تم إزالة الكبائن الخاصة بها هم ورثة الرؤساء جمال عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك ومنصور حسن رئيس الوزراء السابق، إضافة إلى الفنان حسن يوسف وعدد من وزراء مبارك. ده حسن يوسف. وأيضا كان من ضمن ملاك الكبائن الجاري هدمها ورثة الوزير عبد القادر حمزة، وورثة الوزير منصور حسن، والدكتور حسين عباس زكي، والدكتور أحمد كمال أبو المجد، ورجل الأعمال معتز الألفي، وعبد المنعم القيسوني، فيما نجا رئيس مجلس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف من قرار الهدم ببيع الكابينة الخاصة به قبل إخلائها. وطالبت شركة المنتزه شاغلي الكبائن بسداد المديونية المتأخرة مقابل القيمة الإيجارية التي لم يتم سدادها منذ عام 2013. بعد تحديد مبلغ 1000 جنيه كقيمة إيجارية للمتر المربع سنويا، وتحدد 30 يونيو الماضي كموعد نهائي لسداد المديونات المستحقة. ولكن الشاغلين لم يقوموا بسداد المتأخرات، لتبدأ وزارة السياحة في اتخاذ إجراءات هدمها. وأصدرت وزيرة السياحة قرارا بإخلاء الكبائن بالقوة الجبرية للبدء في هدمها على الفور. وتحدث آمر أبو هيف محامي الشاغلين للوطن قائلا إن بداية قضية كبائن المنتزه تعود لعام 2013 عندما أصدر وزير السياحة الأسبق هشام زعزوع قراره رقم 304 بتاريخ 14 إبريل من نفس العام بسحب 861 كابينة من المنتفعين وإنهاء عقود استئجارها، وهو القرار الذي أثار غضب الشاغلين. وفي وقت لاحق من العام التالي أصدر الوزير قرارا مكملا برقم 863 بتاريخ 13 أكتوبر بإخلاء الكبائن بالقوة الجبرية. وأضاف أبو هيف أن شاغلي الكبائن لجأوا إلى محكمة القضاء الإداري للطعن على قرار الوزير وإيقاف تنفيذه، مؤكدا أن المحكمة أنصفت الشاغلين وأصدرت بالفعل حكما ببطلان تنفيذ قرار الوزير. وأشار إلى أن الشاغلين فوجئوا مؤخرا بصدور قرار من وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط بزيادة القيمة الإيجارية للمتر من 100 جنيه إلى 1000 جنيه، أي بنسبة 1000% دون مراعاة للظروف الاقتصادية، معتبرا أن هذه الزيادة غير التدريجية جاءت بالمخالفة لجميع الأعراف والتشريعات. كما فوجئ شاغل الكبائن بصدور قرار آخر من الوزيرة في 30 أغسطس 2018 بإنهاء العلاقة الإيجارية، مؤكدا أن موكليه لم يتم إعلانهم
رسميا بذلك القرار. ووصف المحامي قرار وزيرة السياحة بإنهاء العلاقة الإيجارية مع شاغلي كبائن المنتزه بأنه عملية اقتلاع ممنهجة. كما أن الوزيرة لم تلتفت للحكم السابق الصادر عن محكمة القضاء الإداري لصالح الشاغلين، وأضاف أن الوزارة وشركة المنتزه للاستثمار السياحي لم تقوم باختيار موكليه رسميا بانهاء العلاقه الايجاريه، واكتفت الشركه بوضع لافته بجوار مدخل حدائق المنتزه، مشيرا الى ان الشاغلين لم يوجدوا في كبائنهم خلال الفتره السابقه للاطلاع على تلك اللافته. كما اعتبر ابو هيف ان السبب الحقيقي وراء هدم كباين المنتزه هو الفهم الخاطئ لما جاء في خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء افتتاحه مدينة بشائر الخير 2 في منطقة غيط العنب بالإسكندرية، مؤكدا أن حديث الرئيس كان عن الحديقة الدولية ولم يكن عن مستأجري كباين المنتزه. واعتبر أن قرار الوزيرة بإنهاء العلاقة الإيجارية وهدم الكباين يعد تعسفا في استعمال السلطة على حد وصفه، ولفت إلى أن المستأجرين عرضوا